والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات بقول يتضبع إلى آيات بقول طبني يتضبع وصورة برع وحال سوك للنوعيين ومنهم منافقين توحا كمذا ومنهم هو كل يمبا كمذا وكو وكل نوا كمذا مرجون لأمر الله لو دبدغ من الإرجاء ويشجمعها إلهي أمر كيسا لو دبدغ يعني انت وبدي لغا أقبله أما اللي إريو منافق نمال لغو عدايو بدنا مردعين وحوي الله وأطلنا وحوالق أدميي بارك الله إنو توبدي كأقبل ويو عذابه إنو كالتوبة أقبله بارك الله وكالتوبة أقبلي والذين من المنافقين وحاكم ذا الذين كويبا كم ذا اتخذوا يا شيء مسجدا مسجد بي يا شيء ضرارا لأجل ضرار لبيت درتر أي إسلام كان لبيان إيه وكفرا قال لما تعايل يا قال لما كوات كيسي إيه وتفريقا كالفردين بين المؤمنين مؤمنين فالدحضوا ذا أي كالفردين يان ويكل الشبين يان إيه وإرسادا قبات السمين أما أعين السمين لمن أحد قباد صمينا يعني إرساد السبيل أي قباد صمينا يعني لمن أحد حارب الله 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 دقالمي ورسوله ورسول كيس الله دقالمي من قبل هري الله دقالمي وليحلفن وحيكون دارنا يا كواسي إن أردنا ما أردنا أولا مجهدنا مجهد كان اسمه إيسا إلا الحسنى وناك موياني تدك تبرت الدرني تدك النوع عسى نقتل قلب إليهن والله الله سبحانه وتعالى يشهد وحو أقيهاي إنهم يقول لك كاذبون بين ليالنا يهين مركي مسجد قباء ومسجد مركي ورسول النبي مدينة تغي ماشو كسو الدغي مركي مسجد بالغا أساسي مسجد قباء ليلاهدو مركي مسجد كان من تيبني عمر بن عوف ليلابا والنبي قول دولة دغي يا أساسي نبي وحوي مالين سنين وتغي ثلاثة أربعة خميس أرورت الجمعة دي بكت تغي ماشاس ماشا أمرك مركي وركسو الدغي بها مسجد لغا أساسي أبني عمر بن عوف باكا أساسي في غنم بن عوف ولا له هذا مركي مسجد كي نسيان قال هذا في بني عمر بن عوف يعني النبي قال يرى لو حين قال إنه قلت له النبي قال تجاه قلت كذا يو أدعي كونا مرك حناك وحيرهن إن قلنا مسجد عن لسنه النبي قال نقول تك على لهنه مرك اللي وحاج كلا العامر فاهد لديه كلا عامر في فاهد كأها تين تنصارى دقاتي ونفي غسيل الملائكة نفي أبيه أهوي نفي ملائكة ما يدري مالك توحد أبيه وين والنبي هو بحيي عامر الفاسق هو النبي هو بحيي غسيل الملائكة يسوى حاس كيسي أي وضع عمله ذين بعد قال كي بالله ذين مركها يسوى قبيس يعني مصور ذي والد دلي مركها النبي قال وحو أركين ملائكة وما يدري وحد وريك هاس حال دي سبل كورها ملائكة وما يدري سمحو قبي سيدي بالله شيء نفي أبيه وين عامر الفاسق وحو كل نعطي عامر الفاسق عدي الله دقالنا النبي له محمد إن الله دقالنا يوم ونصور راعي معناه عدي الله دقالنا نصور راعي وحسيدي بوها يوم مشرك العرب يلسع عن شري قالت حنين مركز فيها وزين للجبي يشام عرري فرين بو مركز صفر وحيني بغر في قيصر كثيرهم بعد عيدا حوغلي يان كسوا وطايو إيه وقال هذا المدينة كساري محمد يا أصحاب تيسين قل هذه سجل الله يستيقظ مساجد لسا ومسجد كاكلا كاك لسا way dhiseen marka nabigu markuu tabuku aan babaxay yimid yaa rasuulullaahi kaali noogu tuko marka wuxuu yiri hada socod baan ku jiraa marka soo noqdo insha Allah yaan ku tukanaya markuu soo noqday ba aayadan marka nabigu imanaysa marka masjidka waxay u dhiseen ila islaamka ku dhiban oo aamirul faasid uu intu ku soo hooyato isagoo culfi si wata oo uu ku soo dago weerar halka ay ka qaadaan iyo galmada ka adkaysanayaan muslimiinta ay kala geeyeen in dadku masajidka kale uu ka soo jabo iyaga u yimaado ومسلمين تو إسخلافته وجدد داسي كلاهين أول بنا الله دجالهم عامر الفاسق نبي الله محمد ومن قبل هرب الله دجال وكاد علكته النبي الله دجالهم يواكسر رعيتين مركي دمنا قال لي ما دي بكون انتي وين مركه ومن المنافقين وحاكم ذا الذين كوا اتخذوا سمايي مسجدا مسجد درارا درارا بفعل لاجل هنا ولا قد يكره بفعل كل بعد اتخذنا ولا قد يكره اتخذوا وحي كيّل المسجد المسجد ضرارا لبّي كيّل المسجد كي. أما ضرارا لأجل ضرارا بالمسجد كو السمايين يو كفرا قال لمو يعني قال لمو كوات كيسي قال لمو كسي فغانيان يعني. وتفريقا كلافردين بين المؤمنين ومؤمنين تلحضوها أي كلافردين أيانو
اسم مؤمنينته أي أكل شفته يو إرسادا عمل الصمين أما قبات الصمين لمن روح أي أقبات سمين يان درد أقبات سمين يان حارب الله على الله تقالم ورسوله الله تقالم قبله ورسوله تقالم سيد عامر الفاسق وكله مركب ميشن وحالك قادنا يا مسجد هذه وجهة دقار الله ديسو مسجد ما هم اللي قلتوك نيو ميشن ألقى فهمي مسجد وجهة دقار هذه الله ديسو ورؤية يسمع الله ديسو أما إن إسلام كان لقود بالله ديسو أما قبيل قار هاني دي أيدينا أنا يتلع ديسان أما جماعة قار هاني دي ديساتو حوي مسجد كان اللي قلتوك نيوي midda kale waxa way masajidada in la isbab la iska barbar dhismaha hadayna dantu kalifin sidana kale hada waa dan saro kale walay xalifuna waxay ku dhaaranayaan kuwaasi fasiqiin tahay in aradna ma aradna in aanan ula jeedin masjidka dhismihiisa ila tusna wanaag mooyaan nabiga waxay ku dhayaa rasuulullaahi waxaanu dhisnay dadka tabarta daranay kuwa indhaha leh habeenka roobka ay dadka noocaas ah yaanu dhisnay weeyahay waana beentoon maxay yeelay wallahu allah ba yashadu إنهم يقول لك كاذبون بين ليالي لين الله باب وين إحسان أرد السنة وجيد قارا أرد السنة يا منافق نمي قال نمو الله عليه مركا لا تقم ها استاجي فيه تحديث أبدا ولا جاه استاجي بني مسجد وجيد قارا لورد السنة ولا جاه استاجي نو صلاة يا صلاة لا أنتونا إيش استاجي بني بقول لك مركو نبغو بالله قادو مركا صون نقطة تجي دهنا صون نقطة كصون نقطة يعينو ثقا يا هاي يا ليه ما استاجي فرتيد بقول لا تقم ها استاجي فيه مسجد الضرار أبدا ولي مركان نبي الله محمد مركي ليلي كمتو كان كرتيدو أغادين مسجد الضرار هاي صدح نبو أدري منافقين تي وشوكتو صدح نبو أدري وحويني سود دمية بور مسجدي وي ثقين وي بربورية وي دمية المسجدي وحاليك ماشي لقد دمية دبا كسوك عشري بالي إله قدر ديس لما سيد المساجد مسجد أصيصا لغو آس آسي أو لغو ديساي على التقوى اللي درتي عبسي الله لغو ديساي او جيدة الله لغالي يهي من أول يوم مالتي أهريسي يا أحق مضان أن تقوم إنا ديستاكتو فيه مسجد كاد حديث أو مسجد قباء فيه مسجد كاد حديث وحاء رجال رقباء يحبون الجعل أن يتطهروا إنا يطهار قاتان ومعصيادة كالطهار قاتان إسكا إلاليان نجاسد حدثكنا إسكا طهار قاتان والله الله سبحانه وتعالى يحب وحجعل يهي المطهرين هو الصهرة ونجاسة معنوية وقال لماذا يدنبغ إسكا الظهرة تحسك أوه الله أركانا إسكا الظهرة مسجد كاس مسجد الأسس على التقوى من أول يوم علمه ويسكوية خلافه قل يا وحينهم مسجد كالنبغ اللوجي له قل يا وحينه هو مسجد قبا مركب مسجد كالنبغ واهبان إن على التقوى لغو أساسا من أول يوم على التقوى لغو أساسا هذا الكمتش يوقتها لكن كميشن لوجي دا يوا مسجد قبا نبي الله محمد وحكوير ولي له ويدن أمانايا محاط سمايسان وسيط الطهارة قادتان وحي دادين نقحان تأيي بيها نسرعنا مركان نقحان كو استجي سنو ينكدب نبيها الرائنا مركان طهارة دو دو واسدا سوي ومتطهرين مركان طهارة دا سنة معنوية ودن بيقى اللي اسكت ظهيرو هي تحيسي قال لبدا بو يسوق لي الله حولي هاي لما سيد المسجد أصيص اللغو آس آسي أسهل كيس اللغو لسي على التقوى عبسي الله اللغو لسي ألا دكت الله لسي من أول يوم ما لن تقوه الرئيسي يا أحق مضان أن تقوم إنا الاستاكت فيه دحديث كاك لكنا كم مضان كاس ما بان مضنا بهرتينا الاستاكت فيه مسجد كا وحا كسوغن مضان إلا دحيساقو اللغو تكدو رجال رقبا يا كسوغن ورهي عمر بن عوفي يحبون جعل أن يتطهروا إن يطهر قاتان نجاسا معنوه أي تحسك الله بضبا والله الله سبحانه وتعالى يحب وحوج عليه المطهرين هو طهر القاتة بك واحد قرنيسا قفك مؤمنكي هذه يسير وظاهر ونجاسة معنوه وكظاهر وموحد نجاسة حسك أنا إنه ظهر هذا كد ذاله يافي عن ويسقب كيسو وبرناضه الله وحوليه أفمن أحد أسسا كرد سيوكب لابي بيانه ديستيس على تقوى عبسي الله درتين على تقوى عبسي ومن الله الله حقي سكاهاتي يو رضواني راضي أهانشو يعني كدونا يرضها الله خير ميا خير بدن أمن ما أحد با خير بدن أساس كب اللابي أو كل سي بيانه ديستيس على شفاء جروف قبي قركي قبي قاي سهار دوما يو دعيا مركي دادكو ميل وهوسا كتشفو وقبي قو سيدا أفر صدو إنلان هادو سيدا سوكلا يشو وفنهار وكل عيو فنهار الله هو بنا يبيه قفك النساء في نار جهنم وكل دعي
labada isku mid ba wax alla darti bisiisa ugu tala galay masajidkiisa iyo wuxuu sameynayo oo dhan alla darti u sameeyay rida alla u sameeyay iyo qof gabi dumayo oo naar ku dul yaala oo naar uu kula dhici doono ma isku mid ba labadaas maya wallahu alla la yahdi mahanun ya alqawm qawm adh-dhalimin oo gardaran oo mushrikiina alla mahanun ya munafiqiin mahanun waxa la yidhi masjidkii markii la dumiyay ماشي بص بيا هاي ماشي يعني اللي قدم يمال شلع سنبين نقطي قيكم باكا سوى بيحي شري بالي مركا واحد قالي دي نهار بو كدر لسنا هذا معنى هذا واحد قالي علماء دا قارنا وحي ليه ما يعني ننكا دادكا نستي سا اللي درتي آنو لسينا خيانا كلا أولسي وحو كدقين يهي قبي وحو دول سارين يهي وحو كدقين يهي قوف قبي سارا نهار كهو سيسو يو كدقين يهي لابد معنى يواسع يحوين أفمن أحد أساسا كوب بلابي أو كو أس آسي بنيانه لستيس على تقوى عبسي ومن الله الا حق سكاتي يعني لاجل الله وسمي اي وطلب رضوان خذ دلبك يا خير الخير بدن اما مس احد با خير بدن اسس اساس بنيانه لستيس كو اساس على شفا جروف قبي قركي قبي قاس هار دمي وفن هار وقبي قل دمي به ننكي في نار جهنم وكل دمي والله الله سبحانه وتعالى اسكم ما لمداسي لا يهدي مهنون يا القوم الظالمين لا بد أن يسمعون معناه وحلبوا لي هاي وحكى صوت سمين يسوع ألا دكت أسماء خيانة كلا يسوس سياسو معي منافق نمي يسكت دردر هاو سمين بعلى لي مساجد هذا مركا وين النظيف كهذا المساجد هذا إسلامكو وين يعني قولي أهان يجي دقارة وين كن نظيف هذا المساجد هذا إسلامكو ولينو أقولي هاي المساجد دبدا أين دسانو marka waxa weeye qoladii sidaas ay noqotay allah wuxuu yiri la yazalu kazuli mayo ka faruq mayo bunyanu bistodi misid dirar alladi disti banu ay listeen khibata shakki ki dhaliya shakki galftiisi baa laga cabinay marka waxa weeye mushu ribatin wan shakki ku dhaliya kazuli mayo fi qulubihim qalbigooda ku dhaliya illa anta qadacayni googooda mayo qulubuhum madin qulubtoodu googooda dhintaan damooyaan يعني ما هو حلو شيء لما تشوف رجل سيئين شك يا مناصرين ما قال مي كل سيئين أي واحد قيمة دي ألا دتي ما دسين مركي للدمية نوي شك يا نو قال لي ما تبي كل شيء فقالي مركي للدمية محمد سك للدمية بيجي هذا وإن لو قادين أو فشل مين إن لف إن يفشل مين بيجي قادين مركي ولي قد ما مركي هو رجل سيئين يا مركي ندمبو للدمية الله ما دبش شك يبوك يكبره شك يقوم بكل شيء وين أنا إن قلبي قادم قام ويا معناه إن الإنسان ويا معناه واحد كل من يان قال لي شك بكل من يان لا يزال كذول ما يعني كفارق ما يبيانهم لاستوض الذي لست بنوا لسان ريبة منشأ ريبة شك كيد لليا في قلوبهم قلبيا الكون مركا يدسيين واحد يدسيان ويكشك سلاين ويبيا بنايين ويجدد كلاهاين مركا يدنبي إلا الدميين ويسي شك يدو شك بكشي وين هذا إلا أن تقضع عيني قوة أضمه يعني قلوبهم قلبيا الكون الإنسان والله ألا عليم وأبيهي أحواش أمدها حكيم ومامل وناسين يهي وشيء والحكمة بكسة ليسين يهي مسجد كان للدمية ومسجد الضرارة دمينتيس حكمة بكسة ليسين تيب على ليه إن الله ألا سبحانه وتعالى اشترى وحكقتي من المؤمنين مؤمنين تأنفسهم نفطه وكقتي وأموالهم حوله وكقتي وحكقتي لأن الله من يسقناتي الجنة جنة وسقناتي وجنة محيكم متين يقاتلون ويدقى اللميا في سبيل الله ألا الدكت بيقدقى اللميا فيقتلون وحبين لينيا ويقتلون ينوى للدين وعلى لينيا بكى وحوي وبيعا بيع لعمتك أقوانا سنوي بيع لعمتك أقوانا سنوي وحوي بائع والله سبحانه وتعالى نفط المؤمنين خالص نفطون وحوي وثمنتي وحل إيسانيا وثمنتي وحل كالإيسانيا ونفطي بألك إيبنيا ثمنت واجنة ذوي دهد هذه هنا وملك جبريل وين ورك كسوق قاعد يجي هالشيء كينا يانا والنبي الله محمد وين عريب كفي على حاجة لوارك وهاي هيد بالي المالين في عقبة ثاني عقبة دي أصار النبي هو أيلا شيره شركة دمبي عقبة دي ورمي شيء دمبي بقول يجي عبد الله بن رواحة يا رسول الله رب جانا وحشر دي هذا قلنا وحشر دي سو يقول رب جاي وحال أشر دي إن عابدان إذا وحب أشر يعني أنا وحال أشر دي نفتي إذا أشر دي وحال عروتي لنفتي إنك الدفاع دان إن هذا قلت الدفاع دان أنا قم حال نصبنا دي بينا مركا مركا سيدايين في الجنة إذا سبنا تيبن بيعوا الكاسو كدعي مركا مؤمنوا دان نواسدة
مؤمن ودني ونفسي هوره نفسي سي يمال في سؤال الله كغدنيا ثمن ثنا الله واسين يا وجنات سينيا الله جنات لها يكي نفتود لها باسيدي ايبو كله iyaga lagu sharifaya way Allah subhanahu wa ta'ala rahmatiisa ballaar mideena wixii isagu lahaa iyo adiga ka abaal marinaya way subhanahu wa ta'ala inna Allah la subhanahu wa ta'ala istaraa wuxuu ka gatay min almahadda dagaalka kaliya ma aha nafgadashad waxa la wixii alle dadti lo qabto naftada alle ka yibisi Allah ba ka abaal marinay inna Allah la subhanahu wa ta'ala istaraa wuxuu ka gatay min almu'miniina mu'miniinta anfusahum naftoodu ka gatay nafta uu la wareegay Allah subhanahu wa ta'ala iyo amaalum xoolahooda محو كجعته ثمنتم محي تاعي لأن اللهم الجنة جنة إنا سبناتي يقاتلون ويدقالم في سبيل الله لدت وحي جنتكم متنواسدة فيقتلون وحبي الليل يا ويقتلون ينوال الله مرك كل قد نفر نفر وحمة وذدي ليا هذا كل قد نفر نفر لو مد لي كوا وحدين لفتاض كوا وحدين بالأجره كوا شهيدا يا الله لا يه كوا الله لينين غنيمة قاتب الأجر كل واش وذا أجره لأن ما أنتوا وحمة وذا لينا damaan toodna lama wada leeynay marka kuwa wax laayay iyo kuwa aan wax leeynin waa isku ajir kuwa la laayay oo shahiiday iyo kuwa aan la leeynin oo qaniimada qaateena allah subhanahu wa ta'ala jannadaas wada seenaya kulli goob allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wa'da waxa way master ku wuxuu adkaynaya jumlada wa'ada allah allahu yabahay wa'dan yabahu alayhi dushisa yaani waajib iska gadhigaya haqqan oo sugan في التوراة وعد جاسو في التوراة التوراة كسرنا والإنجيل إنجيل كسرنا والقرآن القرآن كان هذا الكسر فلنقاطها إنه الله سبحانه وتعالى مجاهدين تجمع الصين يوم توراة إنجيل يا فرقان اللي جهات وعلى جدي وقت النبي الله موسى أنت النبي موسى كوه الرئيسي ده تقدم بيلياش جهاد مجرين ولا عذاب بل وش بيجروا ولا دبر جوينشري النبي الله موسى أنت قدم بيسبع جهادك يا الله فرض يا لمركة توراة إنجيل القرآن كوه يسكر عسين قفك مؤمنكم مجاهدك أن له الجنة فيسكر عسني وعدا بلنقاد عليه ألا دشيسا يعني سيدي واجبوك له ألا وحيوكم واجبين حقا أو صغن أو بيه كما دبعان في توراة توراة كسغن والإنجيل كسغن هي والفرقاني الله سبحانه وتعالى هي ومن أوفى يا كوفين أب بعهده بلنتي سمين الله علي عريا كوفين أب الله مركو بلنقاد مجاهدك مؤمنين تنفطوا ظهر يا شاين وجنة سينا يمركوا بلن قاضي أحد ككبل لن أوفين بضني حقوك أيمن يوم الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله المعاد ومن أحد كيبا أوفاك أوفين بضن بعهدي بلنتي سمن الله أله مركا مؤمنين تيه فاستبشروكوا بشاريسة ببيعكوا بإيب كينان الذي باع بايعتم اللي بتنتين به باع اللي بتنتين الله اللي بتنتين الله با يا مؤمنين تاوحك لي سنين ثمنت يوحى صلنا الله باب حني ملك جبريل نبي الله محمد نوى دحد حالي ملك جبريل نوى فرين تجاي خلاص كم بشارة سوي فاستبشروا كم بشارة سوي صحابة عجيب يا هاينو قارب الجنة دوري شرتي بالي سيدا أنس بن النضر وكله بالي توحد والله وهل كان واحد انت كسر كيس ايجا وري بوري جنة دي وحقيقة ويورس قارب ملائكة السلام كده قارب عرش بوري اللي شمر كيد انتين وحوي صحابة هير كي قارن هير عن شكي وسواس من الله يبي قارن فاستبشروكم بشاريستا ببيعكم إيبتين الذي باعي بايعتم اللي يبتنتين الله به بيع اللي يبتنتين وذلك بيع عاصي قيمها بدني هو يسوي الفوز اللي بانوي العظيم قوي بيعت الله لك شوي المثل صلاة وكلا مركز صلاة قصة الله بالله تشميسا واتشك وقفي عن مناجات للرب إله بالله شاكي سنيسا ومراد كاقو نمبادو شاكي وشاكنيسا marka su Allah subhanahu wa ta'ala ka aqbalay ama aqbal ka soo degdego ama yar soo degdego at-ta'ibuna al-'abidun wa huwa i'rabta hadhihi haqa loo koco hum mu'minin taasi kuwa Allah naftooda ka yibsaday at-ta'ibuna kuwa tawba keenay way aril ma'asi ka tawba keenay al-'abiduna al-'abidu Allah adeeca al-hamiduna Allah kuma hadiyay ni'madiisa oo ni'mada aanu adeegsanin xumaan as-sa'ihuna sawman soonka waxa saaxiib loogu bixiyay qofka Soomaali 12 saacadood yuu soon dhexdi mooyay inuu wax meel kale u baxay dhaacun ku dhex jira waa qof saaxiib sayax iyo socda weyn arraatiuna oo rukuuca wasaajiduna sujuuda oo salaadta tukada ka dhigantay al amiruna amra bil ma'ruf wa nahaa amra oo khayr ka amra wanaahuna kuwa kan haye weeyo anil munkari xumaanta wal haafiduna kuwa ilaaliye weeyo li xuduudillaah ilaahi ahkaamtiisa iyo shariicadiisa ilaaliye weeyo
markay ciraabtaasa ugu fiican waxa weeye intan oo dhan in khabar baad khabar in laga dhigo mubtada la soo qadaro culimada qaar ba waxay leeyihiin waa mubtada taaybuna kuwa dabmana waa la sifo baad sifo khabarkiina meelaha uu ka go'an yahay lahum fawzul azim taahor iskaga deeso hum mu'minin kuwa alla naftooda ka yibsadeen taaybuna kuwa toobakeen ka badan way oo ka toobakeena wixii xun oo dhan العابدون الله الا عابدون دا حديث ليمان الحامدون نعمة الله نعمة لكم هدية الصائحون هو صومن سياحة أمتي الصيام مرنا النبي وحوري سياحة أمتي الجهاد نبقى وحوري يا رسول الله إذا نو أمتنا إذا سياحة أن سيحدوا بالحيس يما يلكو صومر سياحة أمتنا إذا وجهات كم مركا الصوم كوا سيدا وحاوين لبيو تمسع يطون لحسعون سيدي أدقوا دل هودة سعدوا إلا dul illahu abiy lahayn baad lahayn waxba lahayn baad soo ku dhaxjiraysa arrafi'una as-sajiduna way kuwa tukada oo sujuud iyo rukuucda la yimaada al-aamiruna kuwa amrawa iyo mu'mininta dhaqankoodu bil ma'ruf wanaaga amra wan-naahuna kuwa ka nahay way dadka anil munkari xumaanta wal-haafiduna kuwa ilaaliya way li-xuduudillaah allah sharciisa kuwa ilaaliya way wabashir marka u bishaare al-mu'minina mu'mininta sifadaale u bishaare marka sifadaas bal u fiirso ina sifada ku sifowday isku day waligaaba taa ibnahow waligaaba alla un caab waligaaba nicmada alla ku siiyay ku xamd waligaaba salaad ku siijeed waqti bayaanu ku dhaafin bashiril mu'minina almuttasifuna bidhalik mu'mininta sida ku sifowday u bishaaray baa leeyay wixii lagu bishaareyn lahaa waa la gooyay waa la tacdiin way wax laga sheekeyn kari maaha ma kaana uma sugna linnabi nabiga muhammada يا والذين كوا آمنوا مؤمنوا بي أن يستغفروا إلي أغفران دلبان للمشركين قال هذا مشركين تاه ولو كانوا هباء هذان قال هذا مشركين تاه ولي قربا قرابة كوا أصاحب هذا سيد أبو طالب وكله من بعد ما تبين أنت أعداتي كذب لهم إياك أنهم إياك أصحاب النار جحيمي جحيمة ذات كيدينيه قال لما كل انتين إلا ما كانوا بعدان أنت قف كنوا لي هاي ما كان عدا أوحوا كل من دونه in khaatuba du wanaagsanaata suura gala sida darteed qof nool si gaar loo lacnada maay in guud ahaan gaalada la lacnada mooyaan lacnadu wax kugu dhacda ma la leh marka waxay ahayd baa layidhi abu talib wuxuu ahaa difaacihi nabigu calayhi salaatu wasalaam soo koriyey markii uu nabigu wafaadayay sanadkii caamul xujni la yidhaahdo khadiijana sanadkii wafaaday weyn oo dhibaatadii ugu badnayd nabiga ay qabsatay markuu wafaadayay abu jahl iyo umaya bin khalaf baa u imanay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay yaa cami قل لا إله إلا الله كلمة الحاج بها عند الله أدد لا إله إلا الله أن ألا درتي كود ألا أكتيس كود ضاده أبو جهل باو حليه أترغب عن دين عبد المطلب عبد المطلب دين في سمنا عيسى مركاو حول مركيدن به هو على دين عبد المطلب بقول سيد بقول أنت عنا در وهنوجا هنا الحق دين ثالث هاي لكن قريش إدهم ما يسويني وأرجع جحيا وصداس أم مسلمين لا إدهم ما يسوي مركاسو النبي يقول لا أستغفرن ما لم أنه عنها وكو غفران دلبي هدان لي غن نهيين بو هل غن نهيين نغن وما غفران دلبي كرتيد بالي ابو طالب في سلاسة حديثة صحيحة شيغيان نبا كتاب كقري لجل هذا أسنى المطالب في إسلام أبي طالب نلجل هذا الدحلاني أرهير مكادها ابو طالب مركا مسلم بو أهبو كلي مركا وحيا ببنا بكوين أحاديثي صحيحة يذكر وكا علي بن عباس ليه هاي أما علي بن أبي طالب adeer kaagi xun ka aha waxma aad u taraysa waa fiil ku soo koriyay haa waanu shafaaca qaadiyo naarta laga yareey fiil dahdaahin minanna yaani ala alaha naar loo saaray dhalaleed yar oo naara loo saaray maskaasiin baska xadiis loo kari waa laga fududayn way marka ninkii sidaas xadiis saxiix sa sheegayeen ninkaas wuxuu qoray asnal mataalib fi islaami abi talib ma kaanu uma sugna marka macnuhu waxa weeye mushrikiintu markii gaalnimo inay ku dhintaan la ogaado ma loo qofraad dalbayo ما كانوا مسكنا للنبي النبي قوم مسكنا يو الذين كوا آمنوا مؤمنوا بي أن يستغفروا إني غفران دلبان للمشركين مشركين تأو غفران دلبان ولو كانوا هبا هذان مشركين تو ولي قربا قرابك هو الصاحب سيد أبو طالب يا النبي وكان النبي قال يقول إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء من بعد ما تبين أنت عرداتي كذب لهم ضدك أو عرداتي أنهم لمن كان مشركين تاهي أصحاب الجحيم جحيم أصحاب تدينين قال ما كل انتهون قفك هدو انتو نولي هاي إله صهنوني باللي إله إله أم حريصة حتى هدي الليلة إله صهنوني بكردك انتهي والنبي الله إبراهيم مركو أبيه وهو غفران دلبيه وحي كردك انتهي إله صهنوني إلا غفران سيدك الوحبو وما أنفعي وما كان ما أهانن
استغفار إبراهيم إبراهيم غفران دلب كيس لأبيه أبيه غفران دلب إلا عن موعدة بلنقات حقي مويان وعده بلنقات إياه إساقه فلما تبين مركي أعضات له إبراهيم أنه أبيه عدو عدو يهل الله ألا أيهي أو قال لما كردنتي تبرأ منه ويسكبري لو كعرف فرتي مدك لإن إبراهيم إبراهيم لأواه كي علول نقول وي كي تاهب بدن وي ألا دكتبو وحوي أواه وحوقفك أهلي لهذا وي مركا وحي كردك انتين لأواه كي تاهب بدن وعلول نقول ورحمة بدن وي حليم ودلقات بدن سيدا دلتت بأبيه وغفر عند البين أيضا وحي تلماميسا مشركين تا دتك مؤمنين تا يا أبيوغو دي مشركين تا بيوغفر عند البين مركا آيات النبي الله كان ييرهن والنبي إبراهيم باء سو كأبيه وغفران دالبي وكل يري آيات دي كلاوا كيهن نبي إبراهيم كود دايدا إلا استغفارتي مهيانا كغد دايدا واكيلي مركا نبي إبراهيم استغفارتي سو حيا هاي انتي آبيهن وبلنقات بيهات الاسر فران الله واكي كوين وكو غفران دالبي واكي كوين بلنقات كي بو اوثيني مركا او اغادي انو قال لما كردن تاي فبس وكتب فروه كقالي مركا إبراهيم واسدا مركا استغفار تهرنا وحاكو كلفاي إسلامي وأبيه مسلمها ما أهيني وعلى اللغي إيهو حوي إيمان إيه تلعوي على يعني ورحمة بيسافر بدون ما وما كان ما أهين استغفار إبراهيم إبراهيم استغفار سيسي لأبيه أبيه استغفار دلبي إلا عن موعدة بلنقات حق مويان بلنقات وعدها وبلنقات إياه أبيه وبلنقات ويري لا استغفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء فلما تبين مركي أعضات له إبراهيم أنه أبيه عدو عدو إني أهل الله ألو عدو تبرع واسكبر يالي واسكفقيي منه أبيه حقيس إن إبراهيم إبراهيم لأواه كيطا عبدا وهي مطيعة إلى شن يطمن قول بيكفة سيلا لأواه لأواه كي رحمة بدا وهي حليم وطلقات بدا صادرت بأبيه وغفر هذا البين وما كان الله ألم ماها ليضل كل من يقوم ضلال كحكومية بعد إذا داه مركو هنوني حتى يبين إلى أعدائه لهم يجمع يتقون وحي كله ورسدان وحي اسك إلى لنا يعني حرامتا إلى أعدائه إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء شيء لارك كل عليم في أقوي آيات بالمثل وحي تلماميسا مركي دي بالمثل خمر وكل الحرامي وحي إذا دات كيرني خمر يقوي عبد انتي كورا مركا الله وحوليه هاي قفنا الضلال الله كما حكمه وحق الضلال كلام مريو إلا وحو إسكا إلى الله إلا الله عده يمويان مركا دادك خمرك إسكا إلى الله يلا بدهن بريك ضلال ما أها مركا مركا قفك مركي وح الله عده يو إليه وحاسو وحرام إسكا ده وحاسو وفي عيه وسيدي يلي واي هذا هو الضلال كاسا الضلال وما كان الله ألم ما أها ليضل كوكو حكومة قوم قوم والضلال كدك بعد إذا هداهم انتو هنون يكذبوا ايمانك اي سوق له حتى يبين الى او عدي لهم ما يتقون عنه وحي اسك الى لله ينو حرام ان الله سبحانه وتعالى بكل شيء شيء لا ارك كله عليم فوقوي شيء والبن سيدو يهب امامولي ان الله الله له وحاوس قناد ملك السماوات سمد لها شهده والارض ارض لها شهده يحيي الله ونوليا ويميت وحنا ودلا وما لكم اذن مسونان من دون الله الا سكديس من ولي وحكالما ولا نصير ماشان دادكي مشركين تا اغفران دلبي بالغو قصيني إلا وحاوي واقرابة دي ووحان اغفران دلبي ولي بينو يهينو صاحبة واقرابة يدي مركاسا للي يهي الله ملك السماوات والأرض إسكالي يا ولي جين اهي كواس ولي بإذن ماها للي معني كواس على قصيني إن الله سبحانه وتعالى له حاسبنا دي ملك السماوات سمد لها شهدة والأرض أرض لها شهدة يحجب بذنبوها ووقت وحاوي وحاسروا بكرتي سايد ويرين وحيروا هذا iyo timir baa la watay gaadiidku uu yaraayo saddex saddex nin baa neef ka fuuli jirtay biyuhu aad baa u yaraayeen waxa meesha loo kicina waa reer rumoon waa meel fog weyn marka waxa dhici karta hal xabada oo timira in saddex nin intay muutsadaan biyaha ku cabaan say biyuhu ugu macaanaadaan baa dhici kartay marka deed dad fara badan baa argagixiyo ma iska joogtaa ku fikir isagoon munaafiq ahayn marka wixii ay ku fikireen oo dhan allah uu ka aqbalay buu leeyahay subxaanahu wa ta'aala allah subxaanahu wa ta'aala